اسم رامي عيسى. الامتحان كان عادي، كان كويس يعني. امتحانات كلها جايه. الديناميكا النهارده كان كويس؟ اه كويس، كل الامتحانات جت كويسه يعني، جت متوسطه يعني، مفيش امتحان جه سهل بصراحه، بس الامتحانات مش صعبه. طيب الامتحان النهارده تقريبا سهل بنسبه قد ايه؟ بالنسبة دي ممكن 70% مثلا. هل كان في اسئله غامضه او حاجه؟ لا مش غامضه، بس يعني اسئله فيها فكره قليله، ثلاث اسئله تقريبا اللي كان فيها فكره في الاسئله كلها. تمام، انما خلاف كده الاسئله كانت لا الاسئله عاديه يعني، دي السنه كلها عادي. هي رايك في نظام البوكلت في تاني سنه؟ لا كويس، هو البوكلت حلو يعني. الامتحان كنا متخيلينه هيبقى صعب عشان ورق كتير وكده، لا بس حلو، مريح في الكتابه يعني، الواحد مش بيسطر. افضل من النظام القديم؟ لا احسن يعني.